السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورك زي اللبن الحليب يا باشا. يا استاذ يا رب انا كنت خايف منه والله العظيم اللي كنت خايف منه. رد خير باذن الله. ايه يا حبيبي قلب يا بت عامل ايه؟ يا دين النبي يا امه طب والعمل يا بت؟ طب اعمل طب اهدي بس ما تصوتيش بقى ما تهدي عشان معايا زباين انا معايا زباين الله لا اله الا الله لا اله الا طب خلاص سلام سلام هحاول اتصرف لا اله الا الله مش عارف البت تعبانه يا باشا البت تعبانه يا باشا البت في المستشفى يا باشا وعايزين 7000 جنيه عشان احضرها واعمل ايه طب انا اجيب منين يا باشا انا شغال النهار شقيان اقسم بربنا معاك يا باشا ابو النبي يا باشا زق مع اخوك يا باشا نازل يسوق معايا يا عم شوف لي معاك 3000 جنيه اقسم بالله والله العظيم انا لو معايا كنت زقيت معاك ومع نفسي يا باشا 3000 جنيه ولا حاجه نفسي. يا باشا انت بتعامل قصه بالصلاه على النبي دافع فيها شيء انا حقيقه شكو لسه حقيقه عند نونا شكو شكو نونا مين يا باشا اقسم بالله انت ما يخرجش القميص والبنطلون يا باشا اقسم بالله ده منظر بنطلون يا باشا بسم الله ما شاء الله عليك اقسم بالله يا باشا ده انت يعني شكلك يعني ايديك مشققه اهو يعني بسم الله ما شاء الله صنايع كسيب بس ما صنايع كسيب اقسم بالله بسم الله ما شاء الله اللي بجيبها على قدي يا باشا موسى موسى ربنا ربنا يا عم انت يا عم النبي يا البت بتروح مني البت بتروح مني البت بتروح مني البت بتروح مني حد ابعت لي يا رب يا فرج الله يا فرج الله ابو عباده ابو عباده يا رب يكون في مصر الو ابو عباده يا حبيبي يا غالي وينك يا ابو عباده يا جميل انت دقيقه بقى عندك دقيقه بقى عندك يا حبيبي اقول لك يا باشا اطلب منك حاجه عشان الراجل ده بس ما بيصدقنيش على طول انت زق معايا اليوم يا عم لو ربنا كرمني وطلعت منه بمصلحه انت زق معايا ويا عم نسبه بس انت شاهد اهو انت شاهد على المكالمه وشاهد على السلام وعارف ظروفك الله يبارك لك يا باشا الله يبارك لك اهو ابو عباده اهو يا فرج الله يا فرج الله حبيبي حبيبي يا ابو عباده حبيبي حبيبي يا ابو عباده كانك يا الغالي حبيبي يا ابو عباده حبيبي اقسم بالله يا حبيبي والله العظيم حبيبي ابو عباده والله العظيم ابو اخبارك يا حبيبي مالك؟ ابو عباده اقسم بالله مالي ربنا عالم بظروفي ده انا متكحول والله العظيم ايه يا حرفوشي؟ عندي والله العظيم بص الادويه للبت والدنيا بايظه اقسم بالله وما عارف اعمل ايه يا حرفوشي ده انا واخد والله العظيم فرفوش بس اعمل ايه مفيش فلوس ايه وانا مش فرفوش فلوس يا راجل فلوس اخر حاجه يا حرفوشي بص بص ابو عباده ادويه البت لسه امها بتكلمني دلوقتي اسال الباشا اهو اسال الباشا اهو والله العظيم ده انا من كتر حزن عليك انت عارف نفسي متكحول لا يا عم الله يكرمك ليه يا عم والله العظيم ثلاثه البت في الحضانه المره لسه بتكلمني بتقول لي عايزين عايزين يجي 20000 جنيه والله 20000 جنيه يا راجل كام اهو اساله قالت كام قالت كام يا راجل 20 قالت كام قدامك خد يا راجل قالت كام طب قالت كام اهو يا بركه الله قالت كام قالت كام قالت كام طب بالزمن قول قول والله قالت 20 والله العظيم قالت 20000 قول والله العظيم قالت 20000 اهو اهو بيحلف بالله ابو عباده خد يا راجل اقسم بالله اللي انت عايزه نزلني يا راجل انت كويس لا 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 ما خليك نزلني عد عليك بالليل عد عليك باشا بالليل ونعناشة ها سلام ابو عباده مع السلامه يا حبيبي سلام مع السلامه ابو عباده مع السلامه ابو عباده انت حظك من السما كرم الله استنى بقى استنى عشان البت كده ايه حظك من السما الحمد لله اقسم بالله ربنا كريم عندك ابو عباده يا عم ده كرم من الله طب ايه يا اسطى ايه يا نوسه ايه يا نوسه يا حبيبه قلبي بقول لك يا بت جهزي حماده الرايق واظبطي الدنيا والحياه حلوه وجبرت معايا النهارده ابو عباده انا عايز الليله مش تبقى حمراء انا عايزها تبقى برتقالي انا بحب الاورنج اديني اديني صوت بالحساس يلا سلام سلام يا روح قلب حبيبي لا معايا زبون كده كتيان عطيان واجي يلا سلام فين اللي انت اتفقت عليه معايا اتفقت عليه يا عم انت مش قلت لي ساعدني وبتاع مع نسم بالنص وانا هرعيك انت منهم اللي بيبصوا فرزان انا ما ببصش برزق حد بقول لك ايه هش السلعه ما تقوليش هش السلعه هش هش شويه على نفسك عيني تلاقيني يا جدع اتكل على الله انا مفخرك اركب على انت اعلى ما فين اللي هركبه تصدق انت تقول لي انا الامر تعرض حاله يا جدع ايه طب وقف يا مين ياض بتغلط في مين بقول لك وقف يا عم وقف يا دعيب يا عم وقف هديك السحلول يا عم وقف هديك المغلفه في وشك يا عم وشك البخ تعرفش ولا انت ولا الحلميه دي طب وقف بدل ما اوقفك انا توقف مين يا جدع ليه طب وقف يا جدع هيحلك مين ربنا ما هتعرف يا جدع هيحلك مين يا عم ما تبصليش كده يا جدع ولا والله بقول لك يا جدع يا جدع ايه ده يا طب يا جدع يا جدع يا جدع على عبلك يا جدع على عبلك يا جدع اقفل الباب كده اقفل الباب اقفل الباب اهرب يا اهرب يا
على طول ما حل ده مقلب ما حل ده ايه ده ده مقلب مش حل ده مقلب حمصاوي وربنا ما حل مقلب ولا وربنا ما حل مش بص وربنا ما حل لا يا جدعان لا يا جدعان والله العظيم ما حل والله لا والله مش حل ده مقلب 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 روح نزيع ولا ما نزيعش؟ نزيع يا عم. طيب على فين؟ نازلة الحسن. طيب خالص. من لما تقل لا لا عادي بتمن لما تقل له. بتمن لما تقل له عليكي. لا انت حضرتك. لا لا يمكن لا انت ما انا عارف نفسي. انت انا عارف انا ايه انت بطه لا انت بطه انت تيني انا اعرفك اصلا تعرفيني تويت قوي انت ومامتك ام بطه ايه انتيتي ولا ايه الثلاث اربع تنين اللي فاتوا خلوكي ما خدتيش بالك مني قعدت ليه عشان انا ما اعرفكش اصلا لا تعرفينيش انت اكيد عمرك ما هتقولي انك تعرفيني شارب حاجه لا انا متلف حاجه يعني. أنا طبيعي التبكة فاكرة التبكة؟ إيه يا بطة؟ فاكرة الدبدوب؟ الدبدوب اللي كنت بجيبهولك من اتنين ونط وتعالى بط إيه نتيتي ولا فطرت؟ لا لا يا حبيبتي أفطرت لا أنا متاتت وأنا تيبت إيه التبكة بتاعتي فاكراها التبكة؟ لا مش فاكرة التبكة أم تسع تلات جنيه اللي خدتيها انت ومامتك وهربتوا واختفيتوا من منطقه عشان 9000 جنيه هنهرب ونسيب المنطقه ده اللي حطت بالضبط دي غنيت طيب الحمد لله طب لو سمحت بعد اذنك وصلت لك من توكات عشان انت شكلك عبيط وهطلب لك حد كده يجي لنا يقف على الطريق لا 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 طب اللي انت عداه انا والله ما حلت شكلك عبيط لا انا متعبيط لا عبيط لا انا متعبيط انت بطه وايه ايوه انت بطه وبتحودي ومتهتيبك ده الدنيا اتغيره ايه ده الدنيا اتغيره قوي مش صغيره اقسم بالله الدنيا اتغيره انت فين شكلك عبيط الو شكلك عبيط يا جوده تعد اعدي عليك يا جوده طب كويس انا قدامك تعالى ليه حد يقف لي على الطريق ياخدني عشان في حد ارتى بدوده ايه يا بدوده ازيك يا مرعي ايه يا دوده عامل ايه يا مرعي حبيب قلبي اخبارك ايه يا حبيب انا اتربطت كده وراك يا دوده دي مين ليه مين بط كده مين هي بطه جبتها منين دي سبحان الله الدنيا اتغيرت يا جوده حرام عليك ده انت قلب عليها الدنيا انت فين يا ظلمه انت كمان مجنون انت فين حرام عليك الراجل لف الدنيا عليك انت وامي حرام عليك يا ظلمه انا اتدوبت وسميت بنتي بطه ده الراجل رسمك على ايديا على دراعي على دراعي بطه هي دي بطه يا بطه بقى اهي وعلى صدره اهي ولا بطه ولا وزه طيب ولا بطه ولا وزه فلوسي خلصت على حب العديد فاكر يا صاحبي على حب العديد وعلى افلام محمود عبد العديد وعلى مسلسلات احمد عبد العديد وياسمين عبد العزيز واي حاجه اخرها عزيز يا نهار ابيض احنا متمدنين انا ليا عندك تابته التابته بتاعت اللي عندك متعتبها فين الشبكه دي التابته انت امي سرقتوها اتعصب عليك يا حراميين يا سرقيين بطل مش ليك يا مرزوق امال بطل مين؟ ليا ليا؟ يعني انتوا كنتوا دافنينها توا من الاخر شكلكم مدنيين شكلنا مدنيين فلوتي هاخدها يا اما ذهب يا اما مدوهرات انت اكيد يا اما انت فاهمه بقى انا متحنت النهارده انا هاخد الذهب اللي معاكي خد يا صاحبي اللي انت عايزه اعمل ميه نار ادلقها في وشها دي ميه نار ادلقها في وشها الذهب اللي معاكي وشي الذهب اللي معاكي اقلعيه اللي انت كنت جايبه لي ابدا اللي هو انت بقى ده اللي انت كنت بتحلم اطلق ميه النار في وشها ميه النار ايه دول مش هتنزلي يا الهرب دي قول لي يا بنت موبايل ده هاخد حقك يا موبايل ده قال لها لا انا الساعه دي بتخربش دي بطه بقت بتخربش يا قلبت بتقطه ما بقتش بطه ده الراجل رسمي على ايديا يا دوب مين
ده انا راسمها اهو، ده انا راسمها اهو. بص البطه عامله ازاي، والبوز هو هو البوز. بوز يا بوز. انا هخطفها يا بنت، مش هنزلي، انا هخطفها. اذبحها اذبحها، خد منها فلوتها. سبت اعصابك. سيبنا اعصابك؟ بس انا حاسك باعصابك هاديه. لا انت واحد بيخطفك ومش عارف انت مالك هاديه كده ليه. انا هاديه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، هتديك بس اخواتي البنات عشان هم طالعين من البر. اخدهم معايا. اخواتي من دور الدور الدور. عايز اخدهم في طريقنا باذن الله يا باشا. ربنا يديلك بس ادب الدنيا، اخلاق الدنيا. مفيش تربيه كده. ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح روح يا سمسم، ربنا يجعل كل دعائنا في اخواتك البنات. امين يا رب. ادب احترام شطاره. والله يا باشا سبحان الله، هم اللي بيلبسوني وياكلوني ويشربوني. يعني لو اقول لك انت سريحه انا مسرحني. اختي نوسه. صدق كنت لسه اختي نوسه اللي عاملاها لي. والله ياسين نوسه. نوسه اختي العسل. اختي سنتوت. الناس كلها بتعلق على التسريحه. نص الناس بيعلق على التسريحه ونص الناس بيعلق نوسه. اه بيعلق قصدي اقسم بالله. يعني ليل نهار. اوردرات 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 شغل لما يا عيني. والله يعني اخواتك البنات هم اللي عايزين يتجوزوا. هم بقى انت فاهم اخوهم الوحيد وكده، وهم عايزين يتجوزوني عشان يعني كنت بحب زمان بنت اسمها شلبيه جارتي. شلبيه جارتي كانت عامله اياميها بارتي وراحت شرم الشيخ واتجوزت بعد في كازابلانكا في العراق. هم البنات العسلات اخواتي، هم دول اخواتي الامارة. بص الادب، بص الاحترام، بص الاحترام، بص الادب. اقسم بالله اقسم بالله. بص الادب، بص الاحترام، بص العبايات والاحترام والادب. والله العظيم ثلاثة ادب الدنيا. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا سمسم. يا روح قلبي يا قلبي. اقسم بالله وحشتوني اخر 86 حاجة. انت كمان وحشتني اخر 98 حاجة. طب والاثنين راحوا فين؟ خلاص انا اقول الاثنين. اقسم بالله ادب الدنيا. والله لا باين قوي. والله باين. اقول لك على حاجه. طيب اقول لك على حاجه. اقسم بالله الاثنين شقيين. ايوه طبعا ده باين عليهم الشقاوه. من كتر اخوك. انا عايز افهم بس، عايز افهم. انت دول اخواتك؟ اخواتي. مالك؟ دول اللي عايزين يجوزوك. شبهه صح؟ احلى دي نوسه. دي نوسه ودي بيرو. طبعا انت احلى من نوسه الصغيره اللي انت قلت لي عليها. دي نوسه اللي عملت لي التسريحه. دي بيرو. انا اللي مسرحه هو اللي مسرحنا. خلاص يا بنات انت وديني طريقي بس ما ملخص الدنيا دي. خلاص يا بنات انا في الكلام اللي انت بتعمله ده. الكلام خلاص خلاص. انت وديني طريقي وخلاص كده. صار خلاص احنا رايحين طريقك. ايه يا ابو تمام يا عسل؟ معلش سؤال كده بعد اذنك، حسبت البنت نوسه ولا لا؟ حسبتها. حسبتها صح؟ ما تسيبنيش يا اخويا. والله حسبتها 200 دولار. والله كدابه. طب هو 200 دولار ده رقم، ما احنا كنا متفقين على 500 وطلاق. يا دوب تجيب بيه السجاير. 200 دولار ما عجبتكش ازاي؟ لا ابو طلال انت مش شواف. لا لا مش شواف والله. ابو طلال بقول لك ايه، ده والله ده فرنسيه. والله شغل فرنسي فعلا. ما عندوش حق. عادي يا اخويا. ثواني باشا ثواني، بعد اذنك بتكلم في التليفون. ايه ده ابو طلال ده من امتى ده؟ من امتى ابو طلال؟ من امتى؟ بس انت عارف انا مش سوقي الخشن خالص. ازاي؟ طب بقول لك ايه، خليك معايا. تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ يا جدع اوردر يا جدع. ايه اللي انت بتقوله ده يا جدع؟ انت يا جدع 1000 دولار يا جدع، انت مش فاهم مصلحتك فين؟ يا دين النبي يا جدعان. 1000 دولار 1000 دولار. بقول لك ايه، انا ماليش دماغ ليك. مع اني مالكش دماغ. انا خلي في مناخيري. ف يا عم حطه في حته ثانيه بلاش. طب ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ يبقى ليه؟ انت سيبك من الكلام ده. انا مش عارف. طب انا معايا زبون زي الفل. يعني انت انت عضلات يعني عضلات. بس انت كده شويه ولا بص قدامك يوم عسل. لا عضلات ودنيا وهيعجبك. انت بحترم نفسك. عنده شويه حاجات كده هيظبط شعره وينزل. اظبط انت كلامك. هظبطهولك عشان ايه؟ هبعتهولك نجيب. مش هقول لك تاني. هبعتهولك نجيب. انت بيرو هتدي معاك البيت بتاعك. يا جدع اوعى نفسك كده. كلمني وايدك جنبك. هيقف وكلمني وايدك جنبك. شيلي وشنب وده وشعر شنب. ايه بس؟ وهيطلع معايا لابو طلال. يلا خلاص. انت مش هتريد. بس كده ايدك جنبك عشان ما تضحكش. ابو طلال كلمني وايدك جنبك عشان ما تضحكش. اخويا انت مالك قافش كده ليه؟ ده انا قافش.
مفيش هتحلبه. حد يقول للرزق لا. ألف دولار ده بداية كلام افهم مني. يا مثبت العقل في الراس. ألف دولار ده بداية كلام. يابا خليهم لك. انت راجل عيوان داخل على وش جواز واخواتك دول اسمع بس انت منا رايح خلاص مفيش مشيخ اخواتك عايزين بتاع مالك عامل كده ليه يا ست انا عامل ايه برافو عليك اقول لك يا عم بس بص لي انا ما تبصش للبنات بس ثواني ما تبصش للبنات عيب عليك اللي انت بتعمله جاي لابو طلال ولا مش جاي يا عم ابو طلال مين اللي بتعمل يا جدع انت صوتوا يا بنات انت بتختصي بالبنات لا انا دي رايحه بتحرك اخوات البنات انت بتتحرش يا متحرش يا جنسي كده هتخليني بص اعمل حاجات ما عمرك ما شفتها انت ما تعرفش تعمل حاجه ده اقسم بالله العلي العظيم بتحرش بالاخوات يا عم اخوات بقول لك انزل لك فين مفيش نزول يا عم بنت صوتي يا بنت انزل لي بس يا بنت انزل لي بس على الفجر مذيع ولا مذيعش يا عم اقول لك ايه بس ليه يا عم نسيت خلاص جامد يلا ماشي سلام ماشي يلا سلام نورتني يا فندم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما شاء الله عليه رايح عند التميم الفيصل لا اله الا الله حي شغال هناك والله يا محمد انا ويك وزوار اللي انت كنت بتكلمه في التليفون ده دلوقتي يا ابني بلاش تروح له لان ده نصاب وبيضحك عليك ايه يا عم اللي انت بتقوله ده يا عم انت يا عم مفيش حاجه ما تستغربش بس يا عم اللي انت بتقوله ده اسمع كلامي مع الشيخ الحالك طريق كله مسالك شيخ مين؟ الشيخ الحالك طريق كله مسالك النور نور البصيره يا ابني النور نور البصيره وبصيرتي شافت اللي انت ما تشوفوش وعالي ايقن اللي انت ما تايقنوش خليك في سكتك احسن يعني. وقلبي قلب اللي انت ما تقلبوش وعيني شافت اللي انت ما تشوفوش الله اكبر حي خليك في سكتك يا اسطى مدد مدد يا رب مدد من غير عدد لا اله الا الله لا اله الا الله اسمع كلامي اسمع كلامي وسيبك من بيت الكوافيره اللي فاتحه جنبك البيت دي بتلعب بيك البيت دي عايزك تديها فلوس مش عايزه منك حاجه ولا في حاجه اسمها حب ولا في حاجه اسمها عشق يا عم انت بتجيب الكلام ده منين يا عم عشق عشق الروح اسمع كلامي اسم الكريم محمود البصيره اللي ما بتشوف القلب بينسى الزغروف اسمع اسمع وابعد عن اكل لحم الخروف لحم الخروف يجيب له ظروف لحم الخيوم الله اكبر الله مدد يا اسطى ركز يا اسطى امشي عدل يا اسطى وركز يا اسطى الطريق عليك مارد عليك مارد عليك مارد من الجن مفيش الكلام ده عليك مارد من الجن اسمع كلام شيخك يا ولدي عليك مارد من الجن اسمه لولو عليك مارد من الجد اسمه لولو ما يتخافش منه لا 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 عليك مارد يا اسطى مفيش الكلام ده يا اسطى بس خليك في طريقك بس وركز انت عندك مشكله عندك مشكله ماديه بتمر بيها انت جبت الكلام ده منين إيه؟ عندك مشكله ماديه بتمر بيها رد عليا يعني وعندك مشكله تانية صح شكل حالك دي يبقى كده ان شاء الله يا اسطى انت بتجيب الكلام ده منين إيه يا اسطى انا بشوف اللي انت ما تشوفوش باكل اللي انت ما تاكلوش بشرب اللي انت ما تشربوش بنام النوم اللي انت ما تنامش ربنا يطفح لا اله الا الله 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 بدا يشتغل لا اله الا الله بدا يشتغل المرد عليك يا اسطى شوف يا اسطى عارفك انت جاي لي انا عارفك وشايفك مربوط بقالك 20 سنه انت داخل عليا في التاكسي يا اسطى بص الطريقه كاست بتتكلم سلام الله يا اسطى اهو الشغل حالك يا ترى ليه يا عم شخنا الجليل مين يا عم جاي مين يا عم شخنا الجليل الله اكبر انزل يا عم اهو يا عم الله اكبر يركب فين يا عم ينزل يركب فين يا عم انا راكب معاك يا عم مالك انا راكب معاك يا اسطى يركب فين يا اسطى انا راكب معاك انا يا عم ايه انا راكب معاك ايه ده شويه واسمع قصته يا عم انا راكب معاك قصته عندك قصه شبه قصته اسمع مني يا عم قصه مين يا عم مني. انت مربوط بقالك 20 سنه ارجع ولا بعد اذنك يا عم ارجع ولا بعد اذنك دورت عليا في كل حته من النيل للفرات اصل يا شيخنا خدت رحله طويله الرحله دي بدايتها كانت في بلاد السنغال حصل مريت بكينيا الاستوائيه حصل وفي كينيا الاستوائيه يا عم انت بتقول ايه يا عم بس يا عم ارجع ولا يا عم انت كان اسمها خديجه حصل يا شيخنا يا عم اطلع يا عم خلينا نوصل يا عم خلينا نمشي يا عم من هنا يا عم قلت لك المغرب قلت لها ما بروحش المغرب حصل حصل بص لي كويس مربوط بلاش
السلم. لا اله الا الله. بص كويس. بص كويس. ايه يا عم انت عملت ايه في ايه يا عم؟ ما تتكلمش. انت عملت في ايه؟ اصحى يا عم انت فوق يا عم انت في ايه؟ فك 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 فك. يا ولادي ارجع على طبيعي. ارجع ارجع. الرابطه اتفكت. اتفكت ايه يا عم؟ انت يا عم بص يا عم. اوعدك يا عم يا شيخ تدي كاوعي يا عم. يا شيخ شيخنا مين يا عم؟ اوعي يا عم انت. اوعي يا عم. هو اللي واتساب يا عم؟ اسكت يا عم. يا عم انت مالك يا شيخ؟ اوعي يا ابن المجنونه. نزلني يا عم. افتح لي امي. افتح لي يا عم. اوعي يا عم. اوعي ده انا دغدغالك. ده انا اخطفك بيها والله. اخطفك بيها دي. يلا يا عم. اوعي يا عم. هلك مين يا ابن المجنون؟ اوعي يا عم انت. هلك مين يا عم؟ هلك مين يا عم؟ اطلع يا لولو يا عم. اقعد يا عم انت. اقعد من هنا يا عم انت. اطلع يا لولو. لولو هيطلع. هطلع لولو من يا جدع. انت اللي اخطفك بالتاكسي بتاعك ده. انت مجنون ولا ابن المجنون انت يا عم؟ نزلني من ام المخطوبه دي. اخطفك بيها والله يا عم. اه والله اخطفك بيها يا ابن المجنونه. اه يا ابن المجنونه اخطفك بيها. اه ايه ده جنبك يالا؟ انت مين يالا؟ انزل لي. انزل الحلقه حبيبي. اه يا عم كسون طيبين. انت طيب. نورتنا محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكل حضرتك مش غريب عليا خالص. ممكن تبقي عندي على البيج بتاعتي على الفيس. أنا البيج بتاعتي على الفيس اسمها خميس. للأسف أنا مش عارفة. أزا إنجيجد. آه. عاملة واتساب بس. إيمو إنستجرام. يبقى أنت ممكن عندي على البيج على إنستجرام. ايوه اكيد. انا يعني ربنا بيجعلني سبب ان انا اوفق راسين في الحلال دايما. اسم حضرتك ايه؟ سمر. سمر. استاذه سمر. استاذه سمر انت زي القمر ما شاء الله. تسلمي يا رب. مجامله والله. لا خالص. حضرتك يا ترى متجوزه مخطوبه؟ لا. ما شاء الله. امرايا والله. وان شاء الله باذن الله ربنا يجعل الموضوع على ايد خميس ملك التلبيس. بس انا مش بفكر في الموضوع ده خالص. لا خالص. ما بتجيش كده. ما بتجيش كده خالص. ربنا. موضوع مش عندي ولا عندك. موضوع ربنا اراد. ربنا سبحان الله. والله يا بنتي انت يعني ربنا بيحبك. اساليني ليه؟ ليه بقى؟ عندي ولد عريس مهندس. اسطوري اسطوري محترم ادب اخلاق. بيدور على بنت برج الثور. لا والله سبحان الله. وبنت ده بصي المفاجاه ده ربك والله العظيم ربنا سبحان الله. برج الثور. قال لك برج الثور. قال لي برج الثور. اه الثور سبحان الله. ده مش كده بس. انا هفاجئك. قال لي عايز واحده اسمها بيبدا بحرف السين. زي ما يكون زي ما يكون بيشاور عليكي. لا والله العظيم. سبحانك يا رب. سبحان الله والله. يا نهار ابيض. يا نهار والله العظيم. جسمي بقى ايه ماله؟ بصي هو اللي بيتصل. لا والله والله العظيم. الو ولد يا حماده عندي ليك مفاجاه. مواصفات كلها اللي انت عايزها. الشعر البلوند. العيون الدبلي. الحاجة اللي يعني ما حدش يبص لها. ما شاء الله. انا عايز اوصل البيت عندي. ماشي. يلا يلا يلا. سلام. والله العظيم يا سمر اقسم بالله ولا ليكي هلفان عليا. وكاني اعرفك من 35 دقيقة. والله اكني اعرفك من 35 دقيقة. عمر زمن. انت عارفة رزقك فين؟ لا طبعا. طب بس بقى خلص الكلام. الكلام هنا انتهى. انا بتعمل كده ليه؟ جسمي مقشر. مقشر ليه يعني؟ جسمي اشعر من الروحانيات. سبحان الله. في حاجه عندك؟ لا. الولد مش طبيعي. الولد الولد عايز واحده بحرف السين. عايز واحده برج الثور. عايز واحده شعرها اسود. هتوصل اهو يا فندم. هتوصلي هو ايه اللي انت؟ ولد حماده اركب يلا عمك كام. ايه ده؟ ايه لو سمحت انا عايزه اوصل البيت. لا ايه العبيط دي؟ ليه كده عبيط ليه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولا اي حاجه. ده انا العريس اهو. روسي انت مالك كلب. انت حب مين؟ انت حب مين وموت في مين؟ بابا انت هيلعب كوره امتى؟ بابا خميس. انتوا عايزين قله الادب بقى. مش قله الادب. ممكن توقفوني اخد بعدي وامشي؟ لا حضرتك ده عريسك. عريس مين؟ انا قلت لك يا توا
مستني هتنزلني. لحظه واحده، مش عبطه وهباله. ولا عبطه ولا هباله، دي شقته. على فكره هقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا تدي ايه بس ايه ده كده؟ والله عارفه مصلحتك. هقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا انت كده مش فاهمه مصلحتك فين. ولا ايه انت؟ خدي شوفي بقى كل حاجه، خدي شوفي الفيلا، شوفي الفيلا بقى. اجلع انت عبيط يا ابني. دي شقه فلوس شقه. نزلني نزلني بطل عبطه. بطل عبطه. لا بصي انت مش فاهمه مصلحتك. والله العظيم ثلاثه عندها راس مصلحتك. ايه الجنان الرسمي ده؟ فندم طب بصي حضرتك مفيش من غير لحظه واحده. ايه اصوت ولم عليكم امي؟ تلاقي ليه الا الله. صوتي وريني ارتاعي رسوم 1000 جنيه عند الاسم ونزلني 1000 جنيه. 1000 جنيه انا اجيب العريس لحد هنا. رجلي واديك بيه اقسم بالله. تاني من نفسك. انا جايب لك عريس. جايب لك عريس. عريس مين الجنيه الرسم؟ انت مجانين ولا ايه؟ عريس متريق ولا تبدا انت حب عشان تخرب الباب؟ مفيش نزول. اقفل بابك. اقفل. خد هنا بس. عيب ما ينفعش. اقفل باب. اقفل. لحظه واحده بقى. انت دلوقتي عبيط ايه؟ انت عليكي 1000 جنيه. زيها ولا ما نزهقش؟ لا زيها مش مشكلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الجمال. تعمل ايه يا اسطى؟ بشرب سجارة. تشرب سجارة؟ اه يا عم. في الله يا عم، احنا ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم ربنا يجعلنا موتين يا عم. يا عم طب الريحه. طيب وانا قاعد راكب معاك ازاي؟ انا انت بس تولع سجاره وانا راكب معاك. يا عم الرب الصف حلوه. الصف حلو يا عم؟ اشربه في بيتك يا عم. انت دي عربيه اكل عيش. معلش يا عم الحاج هطلعها بره. طلعها بره يعني لو قابلنا لجنه ولا قابلنا اي حاجه هتقول له معلش مطلعها بره؟ الصف حلو قوي. اصطفت ايه وخرا ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ تقل. لا في ايه؟ احنا داخلين على ايام مفترجه. طب جربها. اجرب ايه واعمل ايه بس؟ يا عم الصف اسمها الاصطفيه هنا ياما. ياما ايه بس؟ صباح الفل. ايه يا اسطى في ايه؟ طب جربت شنكلني وشنكلك؟ عم بلاش يا عم. معلش افتح. افتح لك ايه وخرا؟ انت هتمسك لي الخرا في ايدي يا عم. افتح لي. افتح ايه بس يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ افتح لي يا عم. انا خرمان. خرمان؟ خرمان على نفسك يا عم؟ في ايه؟ وطلع ام الخرا دي بره عشان الريحه يا عم والزفت. اركن نفسي على جنب يا اسطى. يا عم اركن يا اسطى على جنب يا اسطى. خلاص بقى. ولا خلاص ارمي باللي في ايدك دي وانا اتوصلت. الدنيا جاي عليا يا عم. انا مالي؟ انا جاي عليك. ما تقعد في بيتك يا عم. والله الدنيا جاي عليا يا واحد. كل لما بتيجي عليا اطلع اجري شمال ورايا يمين ورايا. طب وبعدين؟ ما انا كده برضه يا اسطى. بس صل على النبي كده بس وارمي الحاجه اللي في ايدك دي يا اسطى عشان ما تنرفز. يا عم ماشي يا عم الشيخ اهو. هو الجنب خلف. طب بقول لك انا اقول لك على حاجه. جرب انت شكلك والله العظيم ما جربت. يا عم والله اي حاجه تتخيلها في دماغك عملناها وربنا تاب علينا. لا واحنا لا عاوزين لا. يا عم عندنا عيال ابوس ايدك عايزين نربيك يا عم. انا اسيك هم يا عم. هم ايه وخرا ايه بقى؟ دي مش بتاعتك انت بقى يا عم. خد الدنيا. معلش عشان خاطري بعد اذنك. طب بلاش خس. بلاش خسفيه. انا والله العظيم وكل ذنب العظيم يا عم. بلاش الحسفيه. انا هديك شنكلني بلاش تبرجلني يا عم. ولا برجلك ولا شنكلك يا عم. ينفق. طب وبعدين بقى معاك يا حاج بقى يا عم. بلاش يا عم. سيب بقى ام الخرا اللي في ايدك ده بقى. احنا ماشيين في شارع الناس تقول علينا ايه؟ واحد بدقن جنبك وايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ يا عم بكر يا عم. يا حاج مالك يا حاج؟ بقول لك ايه والنبي استركن على جنب عشان هعمل مشكله. ما فيش يا عم. ربنا يا عم ما يجيب مشاكل. الايدين دي للاكل. طب بلاش يا عم. ده انا اتصل لك اجيب لك حته طريه ما تكونش مدربه. لا اله الا الله. اجيب لك حته طريه ما تكونش مدربه تنسيك العم والفقر. يا عم ابوس ايدك. انا مش عاوز اروح يا عم. اركن على جنب بعد اذنك عشان انا مش عايز اركب معاك يا عم. يا عم اوعى. طب خلاص هتفق معاك على حاجه. انا هوصلك مشوارك ومعاك. طب يا شيل ام الخرا اللي في ايدك دي عشان نشوف الدنيا فيها ايه. ما بعرفش اتعامل. ما بعرفش اتعامل. ما مش هينفع. مش هينفع. على فين مظبوط؟ تعالى يا باشا. تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على طريقنا.
عليكم السلام ورحمة الله. حبيبي يا غالي. يا عم بالنبي عشان خاطر ربنا شيل الخرا اللي في ايدك دي بقى عشان ما تنفسناش بقى. ايه ده في ايه؟ يا قاعد خرا من اول ما ركبت معاه قاعد يولع. يعني الدنيا جايه عليا كده ايه؟ اصل طب اقول لك ايه النبي عشان خاطر ربنا. بيشرب بتاع في بيشرب واحنا ماشيين وانت بص يا عم مالك بيشرب يا عم. بشرب يا عم. يا عم عشان خاطر يا عم احضرنا. اركن على جنب. يا عم احضرنا كنت بديهم حاجه لحس فيها ان هم ما عجبتوش. يا عم يما ايه ابويا ايه يا عم؟ اديته شنكلني وما برجلنيش ما عجبتوش. بس عيب قوي اللي انت بتعمله احترم اكل عيشك حتى يا اسطى. يا عم انا محترم اكل عيشك. عيب قوي اللي انت بتعمله ده اقسم بالله. هو ايه اللي عيب؟ عيب تشرب لوحدك. ها؟ هو ده الكيان. يا باشا. يا باشا الحلاوه دي. يا طبعا يا اسطى. انا قلت يا باشا. انا مش والله علي يا كبير. والله علي. يا باشا. بالراحه بس عشان انت يا عم خلاص. اللمبه على اللمبه. الراجل ده بقى عارف مصلحته. طب بعد اذنك ايه يا باشا الحلاوه دي؟ انت مش عارف مصلحتك. بس اركن على جنب بس عشان انا خد يا باشا السيجاره. ايه ده؟ خد يابا معاك ميه؟ اه دي 8% هتعجبك. ايه الحلاوه دي يا باشا؟ ايه ده؟ بقول لك يا صاحبي. ايه يا باشا؟ بقول لك يا صاحبي. ايه يا باشا؟ كرع صاحبي. ايه يا باشا؟ على ايدي يا عم رجع على ايدي. ما تعرفش بس انا مؤاخذه. ايه يا عم؟ بتاكسي بقى ولا كرع يا اسطى؟ بقول لك يا صاحبي. صاحبي ده في البيت. عشان خاطر ربنا يفتح ايدك دي عشان الاكل. لا لا تاكسي ده ولا كباريه؟ الراجل ده فاهم مصلحه. بقول لك يا مش نسوان حته طريه بس مطربه جه بقى يا باشا هات معانا. ايه يا باشا انت مالك مش لك ايه ده يا باشا؟ بعد اذنك والنبي انت يا عم روح على حالك يا عم. ايدك دي قلت لك للاكل بقى. قلت لك ايدك دي تكلمني وتقول لي حلال وحرام وانت لابس الاحمر. يا عم احمر والله اخضر انت مالكش فيه. بقول لك يا باشا 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 اتلغت من زمان يا نجم بقى بعد اذنك. يا باشا مالك كده؟ ادينا باشا ميه باشا. بقول لك ايه باشا ده انت تقيل قوي يا باشا. ايش يا باشا؟ ولا ايش يا باشا؟ ولا ايش تراجين بس يا عم؟ يا عم بس بعد اذنك يا عم بس بعد اذنك اشرب ما فيك كذاب. انت مش عارف مصلحتك يا عم. انت جاي عليا يا عم ما تيجي عليك ولا تخريك يا عم. يا عم زق جحاج انت راجل كبير قد ابويا. زق مين بس يا عم والنبي؟ واوعى الشغل اللي انت بتعملهم دول. ايه ده قلنا للاكل؟ لا والحاجات التانيه كتير. ليه بقى؟ يا باشا بس لا يا باشا بس يا عم ازاي الحاله دي ولا ما ازاي؟ بس تعالى بس الراجل ده يا عم انا هوريه تعملوا طلع بالبيت. طلع تليفونك يا ولد. طلع تليفونك. طلع تليفونك يا اللي بيه يا بنت. اللي بيه هات اللي معاك يا ولد. تعالى متحرك يا عصابه يا ولد الكلب. ولاد كلب ده انا هعرفك امتى. انا هعرفك امتى. انت بيتحرش بيا. افتح الباب ده ما تنزلهوش. لا انا هحله وانا هحله. بص دي دي كاميرا يا عم. انت على مجانين يا عم. ايه ده بس دي كاميرا بنصورك يا عم. كاميرا ايه؟ بنهزر معاك. روق روق والله العظيم بنهزر معاك. بنهزر معاك والله. معلش انا عصبي. الكاميرا خدعت. انت ليه؟ انت قلبك بيدق جامد. انت بتحب قلبك بيدق جامد ده بيحب يا عم. ده ما فيهوش تهريج يا عم. مذيع الحلقه دي ولا لا؟ مذيع. انا فين يا فندم؟ جيزه. اتفضل يا فندم. حضرتك منور الدنيا كلها. انت اللي منور والله. حضرتك شغال هنا ولا اساسا من الجيزه؟ لا كنت هنا عند اخويا وشغال وقعت في الجيزه. احسن ناس اهل الجيزه. انت احسن. رب كون ميزهم بميزه. انا اساسا في الاصل يعني انا مش سواق يعني. انا خريج كليه علوم وكده وعندي معمل صغير كده بصنع فيه حاجات كيميائيه يعني. لو حضرتك حابب تاخد خلفيه يعني. ماشي. يعني انا معايا كريم اسمه زاولني وازاولك. ده الهم طايلني وطايلك. ده انا اللي بسمي الاسامي دي علشان دي حاجات تبقى طبيعيه وتلقائيه للشعب المصري. نوع الكريم ده حضرتك مجرد ما بتحطه يعني وش حضرتك زي ما انت شايف كده مليان تجاعيد ومشقق من كل حته. احنا نقدر نتخلص من كل ده بالظبط في دعكه او اثنين او تدليكه او اثنين من الكريم ده. لو حضرتك حابب تجربه ده معايا. ده سعره حوالي 60 جنيه بس بعد الخصم بتاخده وتاخد عليه 8 هديه كلهم عاملين 12 جنيه. تمام. ده ميدين فيوم. اه
المصنع بتاعي انا اللي بصنع الكلام ده يدوي وكله حاجه كيميكال نظيفه حاجه طبيعي كيميائيه طبيعيه فيسيولوجيه نفسيه احلى من بتاع الشوارع بالظبط ايوه بالظبط معايا برضو حاجه تانية انت شكل حضرتك حد فاهم قوي دي اسمها ليفه الدباح دي ليفه الدباح بتشيل طبقات الجلخ من 12 سنتي لحد 37 سنتي ومتهيألي ان عند حضرتك طبقات من الجلخ والقشر طبقات كبيره دي بتشيلها مع اول حمايه لا حضرتك ازاي حضرتك ما تعرفش نفسك لا ما عنديش لا حضرتك عندك لا انت متخلف ولا ايه لا مش متخلف انا ما اقصدش انا بقى بشرح لحضرتك لا انت متخلف وحمار لا 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 لا, لا حضرتك مين غلط انا بشرح لحضرتك لا 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 طب انا هقول لحضرتك على حاجه دي اسمها القروبة حضرتك مجرد ما تستحمى بيها مره تلاقي مرتك بتنادي عليك تقول لك على فين يا قروبة تعالى انت تعبان لا انا مش تعبان بلاش يخوف تعبان الصباح بص يا فندم انا معايا حاجه اسمه ده حمام كريم اسمه حمام كريم ابو جناحات الطاير ده مشهور في منطقه الطلبيه جوه والعمرانيه ومنطقه الجيزه فيصل وفيصل حضرتك اكيد جربته قبل كده ده اسمه طيرني وطيرك انت مجنون لا مش مجنون لا مجنون لا والله لا والله مجنون لا مش مجنون اصطبحت انا بوش مين على الصبح لا يا فندم لا والله والله اصطبحت بوش مين بلاش طيرني وطيرك لا حضرتك البوكسر ده اسمه بوكسر الحصان الثائر يعني حضرتك مجرد ما تلبس البوكسر ده بتحس بحاجات غريبه جدا بتتحول الى حصان ثائر ما بلبسهمش عيان من غيرهم ما بتتعملش بلاش لا بتعمل بس من نوع حلو ماشي من نوع ده مش حلو يعني بلاش ده يا فندم طيب لو بالنسبه حضرتك عندك في البيت مثلا الزوجه او حاجه عايز تجيب لها ما تخبطش مش بخبط والله ما تخبطش انا بوري حضرتك حاجه انت مجنون لا والله مش بلاش والله مجنون انت يعني طيب حضرتك تجرب معايا زيت الوراق زيت الوراق يا عم انا هادي لا اله مالك في لا ده اسمه زيت الوراق اهدى اسمه دلكني ودلكك يا عم اهدى يا عم لا اله الا الله اهدى يا عم مالك في ايه مالك في ايه لا اله الا الله اهدى بس روق بس في ايه خلاص بس روق ايه احنا بنهزر معاك اهدى بتهزر ايه دي كاميرا والله دي كاميرا اخويا ايه ده مقلب واحنا بنهزر معاك ما تنفعش اوعى تتكلم معايا كده خالص بتكلم معاك اوعى لا مفيش كلام ده انا ركبت مع واحد مجنون ولا ايه مش عارف انا انت مالك ليه مطبق ايدك عامل كده ليه مش عارف في ايه ده اسمه زيت تدليك الوراق يا عم حاسب العربيه اهدى يا عم لحظه واحده انا هادي نزلني انا هنزلك حاضر نزلني انا بقول لك نزلني حاضر انت باين عليك شرب سيجاره ولا حاجه لا انا مش طايق فوت انت انا لحد دلوقتي كنت فوت حضرتك مش انت مفوت انا مش شاحن انت مش شاحن لك من انت مفوت لا 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 انت احنا بنهزر معاك انت مفوت بنهزر بص الكاميرا اهي احنا بنهزر الكاميرا احنا بنصور ده هزار مقلب انت مفوت مقلب بنهزر معاك الحلقه دي ازاي؟ اتسجلت في رمضان ان شاء الله في رمضان يا عم رمضان ولا غير رمضان انت مش ضربتني قدام في وشي معلش عايز ايه؟ نذيع ولا ما نذيعش؟ لا نذيع بسم الرحمن الرحيم نبدا يومنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والزبون انت والزبون اللي كان معايا في التاكسي والله الحمد لله يعني الرزق بتاع الرزق شغال في اكتوبر ولا شغال فين؟ مش شغال ايه؟ ايه مش والدك ايه يعني موظف في مصنع ربنا يكتب لك الفشل يا رب ربنا يكتب لك الفشل ويشيل لك يا رب عن اي حاجه ايوه فشل يعني لا يشيل لك عن اي حاجه وحشه ماشي طب انا بقول لك تعبك ايه جدعك يشيل لك عن اي حاجه وحشه ماشي طب انا بقول لك مثلا موظف كل فشل يعني بقول لك ربنا يشيل لك عن اي حاجه وحشه لو انت بتعمل حاجه وحشه بقى لا 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 الحمد لله والله ما بعمل اي حاجه وحشه بس بقى يبقى ان ربنا يكرمك كرم كبير بقى لا عادي يا باشا والله العظيم عادي ربنا يخليك والله العظيم شغال ايه بقى انت بقى موظف مصنع ايه الموتيل مصنع ملابس مصنع ايه ملابس شغال ايه بقى انت شغال كرسي فين بقى مصنع ملابس فين بقى مصنع ملابس اكتوبر في الحصري
شغال عند الحسن بتعمل ايه بقى؟ هو انت هتوصلني ولا هتقعد تتكلم معايا انا؟ بسألك انت بتشتغل عند انا قلت لك شغال ايه بقى؟ مش هنقعد بقى نزلني خلاص تقول لي شغال فين وشغال من ايه؟ انت بقى من انا راكب معاك ولا انزل اركب اي حاجه ثانيه يا ابو خلاص انت, يعني. انت من اللي بيخافوا من الحسن. لا انا مش بخاف من الحسن اصلا انا انت بتقبض انت بتقبض 300 جنيه في الشهر ما حدش قدك. لا يا عم يا عم ايه 300 دي ارزاق بتاع ربنا بقى ربنا اللي بيفرقها ولا يا عم هات عالمه دي ده في حاجة تعبانة حاجة طيب؟ يا عم دي طب ارميها فين؟ تعبان من حاجة طيب قول لي بس طب اقف بس وقول لي طب انت لو تعبان من حاجة لو تعبان من حاجة طب قول لي بس طب قول لي طب لسه وتعبان يا عم والنبي قول لي بس انت لو تعبان من حاجة هوديك مستشفى والله هوديك مستشفى لو تعبان والله لو تعبان من حاجة هوديك مستشفى بس ليه طيب؟ على بيت وقفت ها؟ على بيت وقفت بقول لك وقفت ليه بس وقفت ليه طيب؟ انت وقفت ليه طيب؟ مين اللي فك؟ مين اللي فك مين؟ مين اللي فك؟ ما بدا مين اللي فك؟ مين اللي فك مين؟ مين اللي فك مين؟ مين اللي فك مين؟ مين اللي فك؟ فك مين؟ مين اللي فك مين؟ فك مين يا باشا؟ ايه ده بقى ايه ده بقى؟ فك مين؟ ايه ده يا باشا؟ معلش انت ما تقربلوش قرب لي ولا قرب ولا قرب انا عايز انزل دلوقتي هتنزل ماشي هنزلك طب انا دلوقتي انا عايز على اسكت شويه بقى هنزلك يا عم انا مش هسكت شويه ايه ده؟ ماشي مش همسك مش همسك يا عم امسك كده وبعد ما امسك يعني الساعة كام؟ الساعة كام مين يا عم؟ يا عم نوبة مين؟ بص اللوبة الكبيرة جاية. طب استنى طب اصبر. اصبر اللوبة مين استنى دليلي طيب دليلي انا عايز انزل من العربية دلوقتي. عايز انزل. تعالى يا كابتن تعالى تعالى بص على الغوصة. انت في ايه بالظبط يعني انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل ده في ايه طيب؟ انا مش هقول لك في ايه طيب؟ عايز انزل. معلش دليلي. انا دليلي. عايز انزل بس مالك مالك بس ده بهدى؟ نزلني معلش. معلش معلش. انا بقولك معلش انا اسف ليك انا اسف ليك معلش والنبي معلش معلش نزلني بقولك نزلني نزلني بقى نزلني بقى يا عم انت يا عم نزلني اهو انت انزل بس اهدى بقى كده ايه بقى يعني دلوقتي انا عملت لك الوقت انا عملت لك الوقت انا عملت لك الوقت ها انا عملت لك طيب تعبان طب نوديك مستشفى طيب اوقف لك عربيه اوديك مستشفى اوقف لك عربيه طب اوديك مستشفى اقف لك عربيه اوديك مستشفى طيب مالك طب اهدى اهدى بس اهدى 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 لا 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 ايوه اصبر ايه رايك اللي فات ده كله اتصور نزيهو بامانه وعليكم السلام ورحمة الله. أخبارك يا أستاذ؟ أنا تمام والله. الجو حر أوي النهاردة. بقى له يومين الجو حر. حر حر يعني. كان الله في عونك طول ما أنا في الشارع يعني. والله العظيم حاجة يعني، بس الحمد لله بنستحمل أكل العيش يحب الخفية. ربنا يعينك. وأكل البسطرمة يحب البيض. مين؟ أكل البيض يحب البسطرمة. أنت شغال من الصبح ولا من عندك؟ والله شغال مطبق والوردية المفروض إنها 8 ساعات. والعربية غاز خالص وواحد يا باشا أنا أرد على التليفون. وجت على دماغي بقى النهاردة ولا إيه الحكاية؟ لا ما هي ليه يا عم؟ يا عم أنت يا عم أنا بقى بضحك معايا. أنت كلامك جميل وكله بس يعني مش راكب كلامك مش راكب. كلامك جارح. بقول لك يا باشا خد معانا بس الموزة دي. لا طب ماشي لو سمحت معلش ممكن تاخدني بطريقك عشان أنا بس عايزة أوصل للميدان بس. يا نهار أبيض ده أنا لو مش رايح الميدان أروح. يا اسطى ايه حاجه باخد معانا البنت نسيبها لوحدها في الشارع انت طالع مخصوص يا ابني انت راجل ماشي يا عم انت راجل يا روحي يا نهار ابيض مش معانا تاكسي راديو اصلا لا خالص اقسم بالله انت منوراني يا نهار ابيض مش غريبه عليا انا بشوفك على طول
لا بسم الله ما شاء الله الكيرلي ده ملفت وانا اصلا بيعجبني جدا يعني. انا حاسه ان انا شفتك قبل كده بس. لا انت اكيد هتلاقيني هنا. انا اساسا لا اساسا مش سواق تاكسي يعني، اصل دي هوايه عندي. قصة احنا نمشي ولا هنحب ولا ايه حكايتك؟ مالك يا باشا في ايه؟ حد معطلك؟ يا فندم انت ده في ايه؟ انت واحدة راكبة وانا قاعد وانا شايفني على بلاصي قدامك ولا ايه؟ بلاصي بس امال في ايه؟ مفيش بلاصي والله ولا حاجة. حضرتك منورنا النهاردة. شعرك حلو جدا بجد بأمانة. او ماي جاد. طب انت الساعة دي حلوة؟ طب ايه رايك ولا اظبط ال يا اسطى؟ عايز اروح يا اسطى، انا جاي من الشغل تعبان وعندي عيالي مستنيني. حاضر حاضر روق على حالك ثاني. بصي بصي اقول لك على حاجه، ايه رايك افرق من هنا ولا بلاش الفرق ده؟ بص هو تقريبا اي حاجه عليك لايق عليا صح؟ او ماي جاد. انا عيب. بصي احنا في حاجه في بينا حاجه. هو مفيش حد قاعد معاكم في العربيه ولا ايه؟ حضرتك ممكن تسيبنا كده؟ خطيبتي. خطيبتك منين يا عم؟ لسه راكبه قدام مني. راكبه مني انت فين؟ تعرف انت ايه يعني؟ بقول لك يا صلاح بس استنى بس استنى بس. قريت في علم الخطوبه؟ علم الخطوبه ايه يا عم انت؟ حضرتك قريت في علم خطوبه المرأة؟ انا قريت في البرنجان. طب البرنجان ده موضوع تاني، حاجة تقرا فيه مع حالك بقى. ممكن حاجة تريح شويه يا عم انت. انا لا تعالى يا بنتي يا بنتي يا بنتي انت مالكيش اهل. لا 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 مالكش دعوه بيها. لا لا مالكش دعوه بيها يا عم. استنى يا عم مالكش دعوه بيها، شغلش بالك بيها خالص ولا ليها اهل ولا مالكش اهل. وقف احنا لو سمحت. عيب انت راجل في مصر يا باشا. انت راجل كبير واقرع وانا مش عايز ازعلك يا باشا. واحد الله لا اله الا الله. انت كبير واقرع. طب واحد الله انت اسمر اساسا وانا يعني انت متغاظ انت من الجيفن هايز. يا عم وقف يا عم. خدي رقم يا بنتي. استنى يا حاج يا باشا. استنى يا باشا. استنى ايه يا عم؟ في ايه يا بنتي؟ انت جاي يا بنتي؟ لا اله الا الله. بس بس لو سمحت بقول لك ايه، بقول لك ايه، بقول لك ايه لو سمحت، بقول لك ايه لو سمحت، ممكن تقعد ورا؟ اقعد ورا؟ هات مكانك كمان. مكاني؟ معلش. صدق انت ايه الادب؟ انا ايه الادب؟ اه والله الادب. صدق انت 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 فعلا جيفنهايز النزعه. انت 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 ليه؟ انت جيفنهايز النزعه. اه بقول لك استنى استنى. انت 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 شكلك انت دماغك لسعه. انت جيفنهايز من اول ما ركبت معاك دماغك لسعه. انت جيفنهايز النزعه وانا مش عايز. يا عم سيبني في حالي. انت هتوصلني ولا هتعمل انت؟ انت جيفنهايز النزعه. بقول لك اقف بقى. اقف بس كده كلمني انت كويس. انت بتمسك ايدي. ما تتكلميش خالص. انت بتمسك ايدي. طيب. ما تتكلميش خالص. بس ما تبصلهاش. يا دي النص. احنا احنا كده مع ناس مجانين يا ابني ولا ايه؟ مجانين ابنك؟ اه ابني. اوعى اوعى انت مجنون يا جدع. انت لك حركه. انت جيفنهايز النزعه. انت انت يا لسعه. انت ايشيست. انت عشست من جواك؟ بقول لك ايه؟ عشست قوي. بس يا بنت انت عشست. بنت اوعى تقول لها بنت. اوعى تقول لها بنت. لو قلت لها بنت اعمل لك الاسامي. انت خلي بالك. بص اقسم بالله انت راتنج. والله والله بالك في الرجوله. انت راتنج. انت مالكش في الرجوله. عيب عليك يا عيب عليك. نزع. بس انت اللي نزع. انت راتنج النزع. انت اللي نزع. انت راتنج النزع. مشينا يلا يا جماعه. راتنج النزع يا عم. معايا قاعد في العربيه راتنج النزع والله. شوف بقى انت اوعى ايدك كده. احنا بنعمل برنامج اسمه كاميرا خفيه ولا ايه؟ كريزي تاكسي. اسمه كريزي تاكسي وانت اتصورت معانا. مين؟ زي الحلقه دي ولا من زمان؟ كريزي ايه؟ اسمه كريزي تاكسي. كريزي تاكسي. كريزي يعني مجنون؟ لا التاكسي اللي مجنون. كريزي تاكسي يعني حضرتك؟ لا التاكسي مش انا ولا انت. يعني هيطلع في التلفزيون؟ ان شاء الله. لا بجد والله. بجد والله. في البرنامج. بجد؟ نذيع ولا ما نذيعش؟ نذيع ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بالله ما شاء الله ومرايا والله. اخوات انتم؟ اه. ايه اخوات؟ اه. يعني؟ يعني مش عارف بس ماشي. معلش يا ابني بقى جدك يعني تقلنا كده. ربنا يديك الصحة. ايوه والله يا بنتي ربنا يعني يكرمك. والله العظيم الظروف والحال ما يعلم بها الا ربنا. جدك بيدور على فلوس وشيال عشان يجيب العلاج ليا ولمراته. والله العظيم يكرمكم ويحرمكم. يعود عليكم الايام بخير ويجعل لكم في كل خطوه سلامه. قادر يا كريم. والله العظيم ثلاثة. لو أقول لك إني بحبك الحب شوية عليه. آه أنا مؤاخذة والله. بتحب مين؟ لا ده لون وكانت شغالة علقت معايا. الله يسلمك. معلش يعني كده لو فيها سيد أدب يعني.
زي ولادي وانا مش ركزي فاطلب منكم يعني. جدك محتاج بس يجيب علاج والله. فلو في اي ولا خلاص خلاص يا بس ما شاء الله قمرايا والله العظيم. مخطوبه انت ما؟ لا مش مخطوبه. انت قمر؟ بس الحاج في يلا يلا ما فيهاش حاجه يلا جاي جدك يلا. وبعدين انا 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 بتاع الحلال انا متجوز 8 يلا. متجوز 8 لحد دلوقتي. ربنا يديك الصحة يا حاج. جدو ايوه قول لي عملت ايه؟ جدو يا جدو يا حبيب قلبي يا راجل عسلية. عملت ايه؟ يا جدو جدو. مستني حد؟ هو عتريس بصاحبي. يا باشا احنا عايزين هنروح يا جماعه نلبس. جبت لك يا جدو الصاروخ اللي انت عايزه. واحده 28 سنه هتدلعك. عارف لو الدنيا هتكبر؟ لا 28 سنه عسل عسل. وزه جدو لطيف. ايوه اه خبره وعنين طبعا يا جدو. بسم الله شبه القمر دي كده والله. شبه القمر دي والله العظيم. متشاور اقسم بالله مهراه. ايه ده يا جدو؟ لسه يا عم ايه ده؟ ما تحترم سنك وبص قدامك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني ايه يا جماعه يا عم انت؟ بص يا عم هو انا يوم ما ابص ابص لواحد قد جدي؟ ايه ده ايه ده؟ يا بنت ده بالحلال يا بنت. انا قلت لك بص قدامك ولا حرام؟ بص قدامك عشان ما ننزلش. جدو لطيف يا بنت. يا عم لطيف. حد يقول لي جدو لطيف؟ حد انت بص قدامك. ايه جدو؟ عتريس انا بتضرب يا جدو. ضربتك يا عتريس. ضربت لي بالقلم يا جدو. انا حبيتها اكتر. يا عم انت يا عم تعبيت. انا بحبها والنص. تعبيت يا عم ولا ايه؟ يا عم بالحلال يلا شوف معروختك كام يالا. يعني ايه يا عم معروختك يا عم؟ انت يا ده اما معروختك كام يا عم؟ بص قدامك يا عم. بص قدامك وامشي بعد اذنك. يالا يالا ما تمدش ايدك عليه. اه جدو اه جدو يا جدو يا جدو. يعني ايه؟ انا بحب العنف يا عتريس. يا عم دي بقى اللي هتنفع معايا. انا كده. هو انت نازل تشتغل ولا نازل تبص اصلا لبنات الناس؟ يا بنتي بالحلال والله. حلال؟ وانت بتعمل حلال قوي؟ يا بنتي حلال ربنا ايه؟ هو الراجل طلب الغلط. يا عم انت لسه بتطلب فلوس يا عم؟ ايه ده يا عم؟ بص قدامك بعد اذنك. انا مغزي العين يا غشيم. ماشي بص قدامك بقى انت راجل كبير. ولا انزل انا انت كبير. انت راجل كبير. انا لو مش بحبك يا عم بص قدامك يا عم بتحب مين؟ انت هتعمل لي فيها سبع البوم يا جدو. بتديني بالقلم يا جدو. عارف يا عتريس اقول لك؟ عارف يا عتريس؟ انا لو مش بحبك يا عم بص قدامك يا عم. يخرب بيتك. انزلوا يا جدو. انزلوا يا جدو. نورتونا في الكريزي تاكسي. كنا بنصور كل اللي فات ده. بقول لك ايه؟ شوف ظروفك. صباحك فل. صباح الجمال. صباح القشطه والعسل. عامل ايه؟ وصباح الرضا. وصباح الرضا. وكل صباح وانت طيب يا باشا. حبيبي. شكلك يا باشا مش غريب. شكلك مش غريب. اه شكلك مش غريب عليا. اه ما انا بشبه عليا برضه. والله انا كنت بحسبك بتشبه عليها. حبيبي اقسم بالله عسل عسليه يا باشا. ده العسل يا معلم. عسليه بالسمسم. حبيبي اقسم بالله. حبيبي كنت باكل منها في سويسرا. لسه خارج من سويسرا عقبال عندك. في سويسرا؟ ربنا يا عم يكتبها. سويسرا البلد؟ سويسرا البلد دي بقى ربنا ما يكتبها على حد. بس ثلاث ايام في سويسرا البلد بتاعتنا. انا بقول لك ربنا ما يكتبها على حد بقى. الحمد لله يعني. الحمد لله ربنا ما يكتبها على حد. اه انت ايه اللي دخلك سويسرا اصلا؟ حكاية عند البيت وبتاع. وانا اتخذت كده ايه تخبيلة يعني. اه عيل بيحلو وسط الموضوع. وكنت نازل اسلك وبتاع. عيل ايه؟ بيحلو كده في نص الشارع على على الناس صحابي وبتاع. اه وايش فجأة؟ اه نزلت اسلك وبتاع. هد وخد دي وهد دي وبتاع. ركبت له في رقبته بالغلط هما 3 سنين. والحمد لله انا خلصت على 3 سنين مشاجرة يعني. هو ما ينيب المخلص تقطيع هدوم الا سويسرا ماشي. الا سويسرا. ربنا ما يكتب على حاجه. حبيبي يا فندم. شو الوضع يا حبيبي؟ اتفضل. الو يا حبيبي الطلعة الليلة ان شاء الله. لا الحوار ده ما تقسمش. لا المرة دي المرة اللي فاتت انا اللي قمت بالليلة كلها. وانا اللي دغدغت الفرح وقفلت الليلة وقفشت في الليلة دي كلها 500 جنيه. طب وبعدين؟ طب ما ناخد المصلحة الحالية من بابها. لا يا باشا بقول لك ايه؟ ما مؤاخذه يا باشا. لا خد راحتك. ما تخلينيش اتخن صوتي وعن الناس جنبي ومعايا شباي. طب يا باشا نتكلم في الحوار ده كمان شويه يا باشا. اسلم الطرف واجي. صباح الصباح واللي جه احسن من اللي راح. سلام يا صاحبي. سلام.
مؤاخذة ماشي. تقول لي ربنا تابع عليا وانت ولا ربنا تابع عليك ولا اي حاجة. يا عم وانت رامي ودك معاه ليه؟ لا مش رامي ودني، ما انت اللي عمال بتتكلم. طب بس الله يصلح حالنا وحالك يا عم، ودعينا كده في صلاح الحال والرضا. ما انا بدعي لك ربنا يصلح يصلح حالك. سلام. ما في الدنيا. انا عندي ما انا عملت فيه. يا سلام. معاك اصلا مؤاخذه اصلا معلش. معلش. نركب معايا مؤاخذه صاحبي معلش هنركب معايا عشان لا مؤاخذه يابا معلش. يا عم انا معايا سكونه. يا باشا معايا سكونه باشا. لا مؤاخذه صاحبي معلش يا صاحبي. معايا سكونه يا عم. معلش لا مؤاخذه صاحبي. معلش ايه؟ انا رايح في اي حته معاكم انما انا مستعجل. اصلا انا راجل قصدي. مستعجل فين رايح؟ لا مؤاخذه يابا. يا عم فيها يا جدعان مش معلش يابا. يا صاحبي خلي بالك الحوارات دي. لا 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 الله يا جدعان الحق احلاوي. استنى يابا 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 استنى على حالك كده عشان الشغل ده انا خلصته من ثالثه حضانه. نعم اخويا الشغل ده خلصته من ثالثه حضانه والراجل ده معايا. معاك ايه الراجل ده في حياس الحق بس الراجل ده خلي بالك بيقف عند امي عند المدرسه. ايوه اللي بيقف عند اخته. ولا يا جدع انا عمال اقول لك التيل لام الصبح بتقف عند اخته في المدرسه بتقف له إيه؟ من اول ما راكب معاه برضه عايز افهم بس من اول ما راكب معاه عمال اكلمه في الدين واقول له ربنا واقول له حرام عليك عمال يقول لي بص النسوان وامرض بص على النسوان عيل فاجر تستعيل بقول لك يا بلاوي مش كده يا اكل ودنه بس على نفسك يا عم انت روح لاخته ليه عند الدار روح لاخته ليه هنا على جنب بعض مش هنركن يا عم على بعيده كنت ركسيونا احنا تركسينا يا رجاله انا لو مكانكو ما حلوش الا لما يكتب عليها يكتب عليها يكتب عليها يكتب اسم الله الرحمن الرحيم وزوجته وقتك وزوجته وقتك من اخته ايوه بس اخته اصلا ايه ده 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 خلاص 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 الشاهد 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 عايزين يتعالجوا يا عم الحاج الشاهد الشاهد بس وركز يا عم في الطريق يا عم ارجع وزوجتك اخته زوجتك ايه ده يا عم الحلو بقول لك اهدى اعرفك تماما بقول نفسي اعرف تماما اهدى يا عم قابلت الزواجه مني هزعلك واجيب ناس تزعلك انت بقى اللي مش عايز تتجوز اخته يبقى انت عملت الغلط اجيب الناس انت الشاهد يا ابني يا عم اجيب اخته اتجوز اختي مين يا عم؟ بس 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 اه يا عم انا بروح لاختك المدرسه يا ده انت فاجر بقى يا علي ده انت كده ده انت كده اصل يا عم اصل ده انا اسحبك ده انا اسحبك يا عم اسحبك يا عم يا عم يا عم انت بص قدام حتاله يا جهاره خذه خذه يا رجاله خذه حط يلا امك حتاله اركن يلا على جنبي انا يلا اركن يلا على جنب بس مش قادر بس والله العظيم انا زعلت يا عم هتتجوز ده بص اتجوزوا انتوا بعض ايه ده ايه ده يا ولد يا عم سيب اه بتعدي يا عداد 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 بالكهرباء ده الزواجه مين يتجوز اتجوز وزه هتتجوز وزه ولا تقلب على بطه اتجوز وزه اخت العيال دي عشان انت طلعت عيل شرير لا لا هسيبك انا على كتكوت كلمني كتكوت هتتجوز انا كتكوت انت كتكوت ايه ده والله العظيم ازعل ربنا انتوا مجانين انتوا الثلاثه مع بعض كده مش مجانين اقول لك يا واد انت مش انا مش هحلك ايوه طب انزل له انزل له وعلي كده وعلي كده انا مش هحلك انا مش هحلك انا مش هحلك عارف ليه عشان انت بتقول عليا كتكوت اوريك مين الكتكوت بقول لك ايه هوب 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 اقف يا خدي التاكسي يا ابن الحرام خلاص خلاص احنا بس يا ابن الحرام بالهزر ده انت حرامي تاكسيات ده انا من سفر زيها ولا ما نزيهاش؟ زيها